إلى حال النازحين الذي غابت عنهم فرحة عيد الفطر المباركة جراء هروبهم من جحيم العدوان السعودي الذي دمر المنازل وقتل الأبناء والأقارب. غادروا مدنهم وقراهم متجهين إلى المجهول بعدما حاصرهم الموت من كل جانب. هذه هي حال النازحين اليمنيين في أيام عيد الفطر المبارك بعدما دمر العدوان السعودي منازلهم وقتل أقرباءهم. يعني ما هو عيد، يعني ما عيد، لا يعني ما عيد، يعني من لبس ملابس جديدة ولا شيء. العيد يعني ده يعني ده البدن يعني خلاص صحيح ومرتاح، وأخوانك يعني عندك وأسرتك، هودي هو عيد. لكن من حين راحوا ومن ضياء من ضرب الطيران، ما هو عيد. يقولون ليس من رأى كمن سمع، ولإيماننا بعمق هذه المقولة فقد توجهنا إلى أماكن تجمع النازحين وارتشفنا جرعات صغيرة جدا من سيل الألم الذي اكتسح كل شخص قدر له أن يكون في أكثر الأماكن بؤسا في عالمنا. بلا فرحة، قد احنا بلا فرحة، كان احنا أول عيد فارحين مستانسين بالعيد، المدرسة جعجعة بلا الناس يدونا زكاة، ما كانت علينا الزكاة بالمرة. عائلة الحاج إسماعيل إبراهيم أحد ساكني محافظة صعدة مديرية رازح، لديه 7 بنات أصغرهن تبلغ 3 سنوات وثلاثة أولاد، يتحدث وقلبه يتألم، فكيف كان وكيف أصبح؟ والله هذا السنة يعني سنة مأساة، وإني بكيت يوم العيد، لأن يعني تفكرت وتذكرت وين عيدت العام الماضي، وين عيدت هذا السنة. أطفال كالورود كانوا في السابق يرتدون ملابس العيد الجميلة ويحلقون في فضاءات هذه المناسبة بابتسامتهم وبأيديهم هدايا العيد، أما حالهم الآن فليس لهم إلا التمسك بالدعاء بألا يكون قدرهم قذيفة صاروخية غبية أو رصاصة طائشة. العيد الحمد لله، ولكن ما هو مثل ما جو واحد في بيته، لأن خاف لا من طواير آل سعود ولا من صواريخهم. النزوح مأساة إنسانية كارثية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان وأبعاد، وأصبح واحدا من أهم العناوين التي توحي بالبؤس، فهناك الكثير من القصص والحكايات الواقعية الأليمة التي تكشف مدى الألم والمعاناة التي تعرضت لها مجموعة كبيرة من اليمنيين. سامي الحجري، اليمن اليوم. إلى فاصل قصير من بعده نتابع.